சவுண்ட் பைட் பாடல் இரண்டு بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ساقدم لكم اليوم في هذه المحاضره ان شاء الله تلخيصا لبعض الافكار والمفاهيم التي جاءت في الجزء الخامس من مقال الاستاذ فريد قبطاني رحمه الله حول رساله الاسلام الاصليه. والذي عالج فيه بعض الاشكاليات التي يطرحها تدوين سنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما ينسب اليه من احاديث الاسلام هو دين التوحيد الخالص لله وهذا التوحيد يتم بالمعرفه وبالحريه وبالامن وبالسلام اي بدون اكراه وذلك في كل الظروف. فعلى سبيل المثال بما امر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون عليه السلام عليهما السلام لما بعثهما الى فرعون. مع العلم بان فرعون كان قد طغى. قال: اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. لعله يتذكر أو يخشى انظروا إلى هذه الليونة إلى ليونة الخطاب في الدعوة إلى الله ونقرأ في سورة النازعات اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لاية الكبرى فزيادة على الليونه والحكمه في الدعوه الى الله ياتي الداعي الى الله بالايه وبالحجه هذه هي الدعوه الى الله وهذه احدى نماذجها القرانيه بينما نلاحظ ان كثيرا من ممارسات المسلمين مع غير المسلمين ينقصه الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى ففي غالب الأحيان يمنع على سبيل المثال على غير المسلمين دخول المساجد وهذا يخالف ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك لا بد من التحرر من قيود الاجتهادات والفتاوى التي ترتكز أساسا على رواية السلف والتي طالما ساهمت في ابعاد المسلمين عن سواء السبيل وما زالت الى يومنا هذا. فلا بد من العوده الى اوامر الله ونواهيه اذ نقرا في سوره النحل ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كما ان التمسك التعصبي بخيارات القدماء واتباع سبلهم يناى بالمرء عن اتباع الحق اما نقرا في سوره الاعراف اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ان التعصب لاراء القدماء لا يزيد الامه الا تفرقه وتمزقا وتشتيتا فقد جاء في سورة آل عمران: "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. واولئك لهم عذاب عظيم". كما جاء في سورة الروم: "ولا تكونوا، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون". لكن مع الاسف.. على الرغم من هذه المعاني الساميه فقد تفرق المسلمون الى فرق وملل وتقطعوا امرهم يكفر بعضهم بعضا غلوا وظلما فجعلوا رساله الاسلام الاصليه وراء ظهورهم وخاضوا في القران بدون علم ولا بصيره بل واتخذوه مهجورا واعتمدوا على روايات غير موثوقه ما انزل الله بها من سلطان والقران يشهد عليهم بذلك اذ نقرا في سوره الحج ومن الناس ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ان الظلاميين المنغلقين فكريا والمجرمين واعداء الاسلام يوهمون الجهله بان الاسلام مرادف للكراهيه وللعنف وهم بذلك يشعلون نار الفتنه بخطابهم الدنيء ويثيرون العداوه والبغضاء فيشجعون على صدام الحضارات. ان الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اي الذي احتواه وفصله القران الكريم هو المرجع الاساسي لكل مسلم جدير بهذا الاسم. فهذا الإسلام هو إسلام التوحيد والسلام والسلم والأمن والأمان والعلم والتسامح والتقدم أما أديولوجية التقليد فهي نزعة لتقديس ماض جامد لن يعود إن ذلك سنة من سنن الله عز وجل علاوة على ذلك فإن تبجيل العقائد المبنيه على التقاليد يؤول الى الركود الفكري والى شيوع الخرافات والى التنميط والجهاله والظلاميه وهي كلها افات يجب على المسلم اجتنابها وخلافا لما ينص عليه الاسلام الاصلي ودون الانتباه الى المعطيات الزمنيه والمكانيه اعني السياق التاريخي لا يزال التقليديون يكررون الاحاديث التي تنسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم انتصارا وتعصبا لمذاهبهم وبغيه اخضاع القران لتصوراتهم. ان بعضا من المذاهب السياسيه الكلاميه والفقهيه الموروثه من تاريخ المسلمين والتي ظهرت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تخالف رسالة الاسلام الاصلية. ولكن للاسف كثر هم اولئك الذين يجاهرون بانها حقائق ثابته وصالحه لكل مكان وزمان. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نهايه الفتنه الكبرى سنه 680 كانت الاسباب الاولى لتصدع وانقسام الامه الى فرق ناتجه من الخلافات والصراعات السياسية المحضة ومن المستاقية الكبيرة التي خولتها هذه الفرق لمدونات السلف من الأقوال والأفعال والسنة المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا أغتنم هذه الفرصة للوقوف ولو قليلا على معاني بعض الكلمات التي يكثر ورودها في الخطاب الديني وهي السلف والحديث والسنه والسيره اولا المقصود بكلمه السلف هم الذين تقدموا زمنيا من الامه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعني تجاوزا علماء القرون الاولى للاسلام ومن عجائب الامور ان التقليديين يفرضون على المسلمين تتبع خطوات السلف وكأن الوحي عليهم نزل فلا نفهم القرآن إلا كما فهموه وإذا صدر منهم قول علينا أن نتبعه كأنه كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثانيا كلمة حديث لغويا تعني كل ما يتحدث به من كلام واصطلاحا تطلق على الكلام المنسوب لرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وكتب الحديث مليئه بالالاف بل بعشرات الالاف من الاحاديث. ثالثا السنه والسيره. اصطلاحا هي كل ما روي من سلوك وافعال ومعاملات منسوبه للرسول صلى الله عليه وسلم. المشكله هي ان انقسام المسلمين الى فرق ومذاهب وتيارات يجد اليوم ضالته في كل هذا التراث الهائل من الروايات وغالبيتها مختلقه اختلاقا والغريب في الامر ان انقسام المسلمين هو الاصل والسبب الذي من اجله صنفت غالبيه كتب الحديث والسنه والسيره فكل تيار يفهم القران والاسلام من خلال ما يعتد به من حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم فنتج عن ذلك تاويلات عقائديه وفقهيه وسياسيه غالبا متناقضه ولا يزال النقاش دائرا بين المؤرخين بمختلف تخصصاتهم حول قيمه هذه الاحاديث ومدى مصداقيتها وذلك حتى في اوساط علماء الحديث أنفسهم. ومع هذا مع هذا لا تزال هذه الأحاديث مصب اهتمام المسلمين إلى حد أنها عمليًا فاقت قيمة القرآن. لتبقى هذه الأحاديث آه هي الباعث الذي يفرق بين المسلمين ويشتت شملهم. هذا مع العلم أن تاريخ تدوين مصنفات السنة والحديث يعود الى ما بين قرن ونصف وقرنين ونصف بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. والدراسه العلميه تؤكد وتثبت ان المصنفات ان هذه المصنفات لا توفر اي ضمان على صحتها ولا على دقه الكلام المروي فيها. فالمصداقيه التاريخيه لكل هذه المصنفات التي تعتمد حصريا على الروايه بالسماع تقريبيه للغايه والغريب في الامر ان عدد الاحاديث المرويه في كتب السنه تزايد بشكل رهيب في اقل من قرن واحد من نحو 700 حديث الى عشرات الالاف من الاحاديث كما تثبت الدراسه العلميه الحديثه ان اقدم هذه الاحاديث ظهر ابتداء من اواخر القرن السابع الى اوائل القرن الثامن بعد الميلاد. ومعنى ذلك انها ظهرت بعد سنه 680 للميلاد. اي تزامنا مع انتهاء الفتن التي عصفت بالمسلمين. ففي هذه الفتره ففي هذه الفتره بالذات نشات التيارات السياسيه والعقائديه والفقهيه التي تعد العمده لكل الموروث الديني عند المسلمين فمصنفات الحديث والسنه والسيره اذن ما هي الا نتاج العديد من الاحداث والظروف التي عاشها المسلمون بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بهذا تمثل المفاهيم الايديولوجيه والسياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه لتلك الفترة وليست باي حال من الاحوال من صلب الدين الحنيف الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فالضالون واعداء الاسلام يوظفون هذه الكتب ذات المضامين المشكوكه لما يخدم اغراضهم ومقاصدهم فيشوهون بذلك الدين الحنيف. ولا ادل على ذلك من وجود روايات في هذه المصنفات تعطي تفسيرا فجا يتعارض تماما مع نص الايات الصريح والمجازي في القران كما تنسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم اقوال وتصرفات ومواقف تتنافى مع شخصيته وتتناقض مع رساله الاسلام الاصليه وذلك رغم قول الله سبحانه وتعالى في سوره النجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يفهم من هذه الايات ان ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا انما هو الوحي الالهي لا غير اي القران الكريم لكن حتى هذه الايه حتى هذه الآية شوهوها وادعوا أنها تعني الأحاديث التي رووها مع أنها تقصد بكل صراحة الوحي الإلهي أي القرآن الكريم أفلا يعقلون كما أن عبارة قل وردت في القرآن الكريم ثلاثمائة واثنتين وثلاثين مرة في وفي غالبية الحالات كل كان هذا الامر موجها للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الامر المكرر عشرات المرات هو من صلب الدين او من صلب الخطاب القراني لتبليغ رساله الله سبحانه وتعالى. فما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالتاكيد وباليقين هو ما امره الله به ان يقوله وهو موجود في القران الكريم. وقد جاء في سورة الجاثية: "تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديثٍ فبأي حديثٍ بعد الله وآياته يؤمنون" أما عن سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من سلوك وأفعال فالصحيح والمؤكد منها هو ما جاء في القران نفسه ففيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرافه وبالرحمه وانه على خلق عظيم والقران سرد لنا ما امر الله به رسوله من قول وفعل وتبليغ رساله ربه كما نقل لنا اسلوبه في تدبر الامور وتسييرها بل يصف القرآن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع آل بيته ومع زيد ومع المؤمنين كافة بما في ذلك أمور الزواج والطلاق والملاحظ أن كلمة سنة ذكرت في القرآن ست عشرة مرة كلها مرتبطة بالله وبالأولين ولا علاقة لها لا علاقة لها أبدا اي لا علاقه لكلمه لك سنه في القران على الاطلاق بالرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك متى ثبتت صحه حديث او سنه نبويه علميا اعني خارج النص القراني يجب حصرها على الظرف الذي جاءت فيه. نعم نعم تحتاج قناعاتنا احيانا الى اعاده النظر والى تقييم جديد وربما الى اصلاح للوصول الى حقيقه قضيه ما لناخذ بعض الامثله على ذلك اولا ذبح الانعام في عيد الاضحى هل يوجد في القران نص يلزم المسلمين بالتضحيه بالانعام وبالحيوانات ايا كانت الظروف بالتاكيد لا إن كلمة الهدي في اللغة العربية يمكن أن يكون لها معاني مختلفة فعلا ترتبط بظروف الزمان والمكان والأسباب والغايات وفي القرآن جاءت كلمة الهدي في سياق مناسك الحج في حين لم تأتي أبدا كلمة ذبح في سياق مناسك الحج على الإطلاق بل جاءت في سياقات عديدة منها قصة ابراهيم عليه السلام. فالفرق كبير بين الامرين ومن من الناحيه اللغويه وهو لا شك مقصود. فشتان بين ذبح بهيمة وتقديم هدي. بعد هذا التوضيح، أمن المعقول؟ أمن المعقول أن يكون ذبح الملايين من الأنعام في كل عام بمناسبة عيد الأضحى متفقًا؟ ومتناسبا مع المقاصد الساميه لرساله الاسلام الاصليه هذا سؤال جوهري يتعين على كل مسلم يخشى الله ان يفكر فيه مليا وللتذكير يروى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن امته قاطبه فهذا الصنيع يغني عن كل اضاحي الانعام التي تمت منذ ذلك الحين وحتى تقوم الساعة ومعنى هذا أنه بإمكان كل مسلم أن يقوم في عيد الأضحى بتقديم هدية أيا كانت ما عدا الذبح والنحر فيكون بذلك قد ضحى بجزء من ماله بغية مرضاة الله عز وجل لأن المقصود من التضحية ليس لحوم ولا دماء الأنعام مصداقا لقوله تعالى في سوره الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين كما نقرا في سوره الانعام وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون من آداب المعامله عند المسلم الحق الرفق بالحيوان فلا يسيء معاملة اي حيوان ولا ينكل به ولا يكلفه ما لا يطيق ولا يرهقه ولا يقتله بدون مبرر فما بالك اذا كان ذلك للمتعه وحتى ذبح حيوان للقوت فلا يحق إلا إذا استوفى شروطا منها أن يقتل الحيوان بدون استخفاف بل كاستثناء أي كتضحية يستشعر خلالها من يقوم بهذه التضحية ما يستشعره حين نقرأ قوله تعالى في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ما ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ثانيا اللباس في الإسلام إن الإسلام يدعو إلى الاعتدال وإلى الوسط في كل شيء بعيدا عن كل اشكال التطرف. ففي موضوع اللباس مثلا نقرا في سوره الاعراف ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. ان تغطيه الراس واطلاق اللحيه وارتداء القميص والحجاب والنقاب والبرقع او غيرها من الملابس. ما هي إلا نتاج تقاليد اجتماعية لا تمت بصلة إلى الإسلام الأصيل كدين والأدهى من ذلك أن كل هذه المظاهر لها أثر سلبي على صورة الإسلام والمسلمين بل وتسيء إلى المسلمين خاصة في البلاد غير الإسلامية حيث ينظر إليها على أنها إشكال ومظاهر للظلامية وللاستفزاز والطائفيه والعدوان. إن المسلم الواعي المسؤول لا يطيق أن يحرف الإسلام العظيم ويقزم بهذه الصورة. إن الإسلام المنير الذي كان الأصل في نشوء وانبعاث العلوم الحديثة قد شوهه التقليد الإيديولوجي ليحوله إلى مجرد دين طقوس، دين بال ورجعي على المسلمين أن يستفيقوا. على المسلمين أن يستفيقوا على دين العلم والتقدم وأن يقوا أنفسهم ودينهم من كل شبهة وضرر. إن عبادة الله لا تتم من خلال الملابس الملفتة للأنظار ولا بالطقوس والشطحات التي تخدع الأبصار ولا بحركات وهمية وكلمات ملفقة أو بتضحيات زهيدة. إنها تتحقق بقرار صائب يتبعه العمل الصالح ثالثا التقويم الهجري من الحالات التي تستدعي إعادة النظر وإلى تقييم جديد اهتداء بالقرآن الكريم هي التقويم الهجري حين ننظر إلى بنية القرآن الكريم نلاحظ أنه يبدأ بسورة الفاتحه وهي سوره مكيه ثم يتوسع في معانيه بعد ذلك ومضامينه ابتداء من سوره البقره الى سوره المائده وهي كلها صور مدنيه بعد ذلك تتناوب سلسله من الصور المكيه والمدنيه ويختتم القران باخر صور وغالبيتها مكيه اي ان اخر صور القران يعود الى الفتره الاولى من نزول الوحي وذلك دلاله على اهميه العوده الى الاول اي الى الاصل لقد بدا التقويم الهجري في الاول من محرم الموافق ليوم 15 او 16 من شهر جويليه سنه 622 للميلاد اعتمادا على سنه الهجره هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وخلافا لما استقر عليه الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست هجرته إلى المدينة عام 622 هي التي تؤسس التقويم الإسلامي. بل كان من اللازم استنباطه من القرآن الكريم نفسه وهو ما ورد في سورة القدر. إذ أن التقويم الإسلامي الأحق يبدأ بتاريخ نزول الوحي أي الآيات الأولى من سورة العلق وقد كان ذلك في غضون سنة 610 للميلاد فرسالة الإسلام الأصلية إذن تشمل مدة الوحي بكاملها أي من سنة 610 إلى سنة 632 وثلاثين وهو تاريخ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن التيار التقليدي لا يزال الى الان يفضل التقويم الهجري ويتمسك ويعتمد عليه رغم ان المؤرخين المسلمين بمختلف تياراتهم بما فيهم التقليديين يعترفون ان التقويم الهجري هذا احدث بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما القران. اما القران وهو كلام الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنصه واضح وصريح انه يتحدث عن ليله نزول القران المجيد ويعظم من شانها اذ يقول ليله القدر خير من الف شهر الم يكن الم يكن من الحكمه ان يبدا التقويم الاسلامي باول حدث في الاسلام واعظمه وهو الوحي وبدايته فالاسلام لم يبدا بالهجره بل بنزول الوحي الالهي. ربما قيل وبعد اين المشكل؟ اعلموا اعلموا ان تبني التقويم الهجري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على سنه الهجره كانت له تداعيات وانعكاسات هائله في المجالات السياسيه والعقائديه والفقهيه فهو يسمح للتقليديين الاعتماد على الفتره المدنيه على حساب الفتره المكيه وذلك لاستنباط مفاهيمهم وتفسيراتهم للقران ونسخ ما يريدون نسخه من الايات المكيه. يقول تبارك وتعالى: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الى اخر فإن المتعصبين الذين يدعون تمثيل الدين يستندون إلى الموروث التقليدي للمسلمين الذي هو نتاج الظروف التاريخية ولا يستندون إلى نص القرآن أي إلى الإسلام نفسه لذا من الضروري من الضروري التحرك لتعليم ونشر تعاليم الإسلام الأصلية كما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بد التمييز بينها وبين الموروث الديني الذي نشأ ونما وأكاد أقول حيك بعده في ضوء متغيرات وظروف سياسية وفكرية وعقائدية. والذي تم خلطه أي خلط الموروث الديني بالإسلام دين العلم والإيمان والإحسان والتسامح والسلام. الإسلام الأصيل هو دين الله وهو المنصوص عليه في القران الكريم اما ايديولوجيه التقليد فهي نتاج تاريخ المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك لذلك لا يمكن باي حال من الاحوال ان تعتبر من صرب الدين ففي الظروف الخطيره والمقلقه التي يمر بها مجتمعنا الحديث كان الاستاذ فريد قبطاني رحمه الله يؤكد دوما على انه من واجب الجميع من واجب الجميع تشجيع البحوث والكتب العلميه المتعلقه بالاسلام الاصلي ليكون مؤهلا لدحض المغالاه في التقليد الايديولوجي والمتسبب في الكثير من الاثام والماسي اذ لم تعد رساله الاسلام الاصليه ولا القيم العالميه التي جاءت بها هي التي تدرس وتبلغ في المقام الاول. لقد حجبت حجبت ونسيت ولا تدرس الا المذاهب مذاهب الطقوس الباليه التي تنظر الى المستقبل بمنظار الماضي البعيد ان الاسلام لا يحتاج الى اصلاح وانما التراث هو الذي يحتاج الى الغربله ونزع هاله القدسيه عنه. أصبحنا ندرس المصنفات والمختصرات والأرجوزات عوض أن ندرس الدين القيم أي دين الذي الذين جاء ذكرهم في سورة العمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن المؤسسات الدينية الحالية تشيع وتنشر وتشجع على التمسك بالتقليد الايديولوجي والطقوس واتباع المعتقدات العقيمه والعاجزه على مواكبه الحياه. فليس من اولويات هذه المؤسسات نشر رساله الاسلام الاصليه التي جاء بها القران وبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم على حساب التقاليد التي استحدثت بعده والتي نصبت كدين. لقد ان الاوان. آن الأوان أن يقوم المسلمون بالتمييز بين الدين القيم وبين التراث الإسلامي للوقوف على المعنى الأصلي للإسلام وإصلاح أنفسهم وفقا لذلك. فالمؤمن يعتقد أن الله هو الحق الذي لا يعلى عليه له أوصاف الحق كاملة على الإطلاق وما عداه لا يملك الحق المطلق بل يتعدد مفهوم الحق عند البشر بتعدد الاراء. لذلك طالما عبر الاستاذ فارس قبطاني عن موقفه من اهل التقليد والمذاهب بكل وضوح اذ يقول بالحرف الواحد: انا مسلم انا مسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اي ان الدين عند الله هو الاسلام. الاسلام في سلام انا لا اشهد ان ابا بكر او عمر او عثمان او علي رسل الله ما هم الا مسلمون ممن صاحب الرسول عليه السلام اصابوا واخطاوا وليسوا معصومين الكمال لله سبحانه المنزه عن النقائص ويتابع قائلا انا لا انتمي ولا اتبع اي مذهب كلامي او فقهي معين، وهذا لا يحول دون احساسي العميق بانه من واجبي الدفاع عن المسلمين على اختلاف ماربهم ومشاربهم، وانا واحد منهم. كما ارفض بلا هوادة ان تتعرض الامة الاسلامية الى مزيد من التفرقة، واعارض المكثرين والذين يسعون إلى تفرقة صفوف المسلمين أيا كانوا إن الله لا يحب العدوان ولا المعتدين فهو الشاهد على أفعال الجميع والحكم بينهم وليس بيد أحد غيره مفاتيح الجنة والنار لذلك كان الأستاذ فريد رحمه الله يدعو إلى الاحتكام إلى كتاب الله المعتد به لدى جميع المسلمين والآية سبعة من سورة العمران تلخص بشكل لا غنى عنه النهج الذي يمكن من خلاله مبادره فهم القرآن الكريم للاحاطه بمعانيه اذ يقول سبحانه وتعالى: "هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات" فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ان هذه الايه مهمه للغايه فهي واضحه المعاني ودقيقه سيما حين يؤخذ بعين الاعتبار القران بكامله. اي بمستوييه الدلاليين فالمستوى الاول يخص لب الكتاب وجوهره وهو ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان فهو اساس رساله الاسلام الاصليه اما المستوى الثاني فيخص اشكال وسبل تطبيقه التي يمكن ان تتخذ عده اوجه حسب الظروف حسب ظروف الزمان والمكان والاسباب والغايات ووفقا للسقف المعرفي والحضاري لكل جيل ولكل بيئه. ان عبادة الله والتقرب منه يتمان بحب الخلق وخدمة عباد الله والتفكير والعمل الصالح والنافع. ان المسلم المؤمن والملتزم يكون عالما سليم القلب مطمئن النفس مصلحا ومحسنا يفشو السلام والأمن من حوله يحيا ويموت في سكينة وقد جاء في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كما جاء في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقد جاء في سوره البقره: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ان للمسلم عهدا عند الله على ان يؤمن به مخلصا له الدين وان يسارع في الخيرات يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس الى الله والى الاصلاح والى العدل له في الحياه الدنيا نصيب والاخره خير وابقى وان خير الزاد التقوى ان الذي يستشعر وجود الله في كل حين فيكون مع الله في قيامه وقعوده ويكون مع الله في اكله وشربه ويكون مع الله في عمله وفي استراحته ويكون مع الله في نومه وفي يقظته ويكون مع الله في تفكيره وفي نطقه ويكون مع الله في عافيته وفي مرضه ويكون مع الله في فقره وفي غناه ويكون مع الله في شبابه وفي شيخوخته ويكون مع الله في حياته وفي مماته وعند موته فلا يموت فلا يموت الا وذكر الله في قلبه وعلى شفتيه فمن كانت هذه حالته فاز في الدنيا والاخره فهو يقوم ويقعد ويشرب وياكل ويسعى ويستريح وينام ويحلم ويفكر ويتكلم وينطق ويعيش ويموت في سلم وسلام مع نفسه ومع الخلق من حوله وعليه يكون في سلم وسلام ورضا واطمئنان مع الله الرحمن الرحيم ويحق فيه إذن قوله تعالى في سوره الفجر يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لذلك لذلك وجب على المسلمين الرجوع الى رساله الاسلام الاصليه والخالده ليكونوا امة وسطا، امة الوحي، امة اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. مستنيرين في ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى. عليهم اولا ان ينفضوا غبار ما اعتراهم من احباط وخوف والا يتهاونوا بشتى الطرق والوسائل عن التنديد بكل ما ومن يشوه دينهم بالحقد والعنف عليهم النهوض من هذه الكبوه المزمنه واعاده الاعتبار للاسلام الاصيل امام العالم كله لاسلام العلم ولاسلام التحضر اسلام السلم واسلام السلام وحريه الراي والتسامح إسلام يتميز معتنقوه بالخير والإحسان فالإيمان بالله لا ينفك عن العمل الصالح تعلموا محبة الله كونوا محسنين مع جيرانكم أطعموا الجياع وآووا اليتامى إن ذلك خير إنه قسط وما هو بعبث نقرأ في سورة العمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كما نقرأ في سورة العصر والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الإنسان بكل ما أوتي من المعرفة بحاجة إلى تغذية روحه فسعيه الروحي وأسئلته الوجودية الملحة هذه تتطلب إجابات لقد تراجعت موجات الطوائف اليهودية والمسيحية وتلك المستلهمة من معتقدات الشرق الأقصى كالبوذية والهندوسية وكانت هناك محاولات لاضفاء صبغه روحيه على الماديه واخرى لاضفاء صبغه ماديه على الروحانيه لكنها باءت بالفشل وكذلك وكذلك سيؤول مصير الطائفيه والمذهبيه في اوساط المسلمين لان الاسلام برسالته الاصليه والاصيله سيعيد للانسان اكتشاف انسانيته ويكفل له الاجابه على الاسئله الوجوديه والغائيه اي الحكمه والغايه من وجوده. نقرا في سوره الطلاق: "وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره." قد جعل الله لكل شيء قدرا والحمد لله رب العالمين. واخيرا يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لهذا الجزء من مقال الاستاذ فريد قبطاني وهو مترجم ومتوفر وهو مترجم من الفرنسيه ومتوفر على موقع الموقع الرسمي لمؤسسه حفظ ونشر اعمال السيد فريد قبطاني كما ترون على الشاشه وذلك تحت تبويب الرساله وشكرا للاصغاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته